انت جبت اكل منين يا ابو صار؟ سمك ريات. انا قلت لك شويه من السمك ريات. انا مش قلت لك هات من الطازج؟ لا احلى من الطازج. هو السمك كاريتي حلو بس انا ما كنتش عايزه يعني من سمك كاريتي يا ابو صار. انا اول ما شفت المكرونه عرفت على طول ان ده من سمك كارياتي. لا ولا المضبوط كمان كده يا ابو صار بتعملها فيها يا ابو صار؟ ده انا ما فطرتش من الصبح في الاخر. لا المضغوط تمام. انا اكل مضغوط. طب جرب برضه الشوايه. بص يا جماعه المضغوط هو صراحه سمك كاريتي مش وحش بس انا كنت نفسي من الطازج يعني. بص يا جماعه الفراخ عامله ازاي معاها صوصات بقى ولا محاش؟ ايه ما في صوصات كمان؟ ده انا شكلك إيه؟ انا اللي اعمل لك صوصات يا ابو ساره. ليه كده يا ابو ساره؟ انت جاي توكلنا ولا تعذبنا؟ طلعنا الحديقه يا جماعه في وقت متاخر وانا صراحه كنت زعلانه منه النهارده فهو يعني قال لي لا يا ابو ساره والله لا تطلعي كده كده يا ابو ساره ما تجيبيش اللي انا نفسي فيه. تتعود ان شاء الله. تتعود ايه بقى؟ ده رز ايه ده؟ ده شوايه برضه اهو. شوايه يعني كنت جايب يعني فرخه لربع شوايه وواحده مضغوط. طب ندور مضغوط كده يا ابو ساره بالله عليك. الله يا ابو ساره الله الله. انا هاكل مضغوط يا جماعه. لا طعمه حلو والله. طب صوتهم حلو والله. لا صراحه شوف الرز يا جماعه عامل ازاي. شايفين الرز؟ لا المطعم ده جميل على فكره بس انا كنت عايزه برضه من الطازج. هاكل ده وراح هات لي من الطازج. اتفضلوا معايا يا حبايبي. العيد الوطني اهو. اتفضلوا معايا. شوف الفراخ دي. الله يا ابو صالح الفراخ ده من عايز كاسات من عينيا. هتحط فيها ايه؟ انزل تبولني كده؟ هتحط ابو صالح عايز كاسات شاي حط فيها ماء؟ بتتكلم جد؟ اه والله.